Connect KG2 Unit 5 فيديو النهارده هنشرح فيه منهج Connect KG2 الدرس الخامس وده أول درس في الترم التاني ، الدرس سهل وبسيط بيتكلم عن حفلة عيد الميلاد هناخد الكلمات ونحفظها سوا بطريقة سهلة ، أول حاجة معانا: ماي بارتي ماي بارتي يعني حفلتي ماي يعني لي بارتي يعني حفله ومعانا اصدقائنا اللي في الحفله ادم ادم يوسف يوسف دينا دينا ليلى ليلى دول اصدقائنا اللي معانا في حفلة عيد الميلاد تعالوا نشوف الأكل الجميل اللي موجود في الحفلة. أول حاجة معانا كيك، كيك يعني تورته أو كيكة كيك. كمان معانا آيس كريم، آيس كريم يعني آيس كريم اللي إحنا بنحبه ودايما بناكله في الصيف أيس كريم كمان معينا بيتزا بيتزا يعني بيتزا كمان معينا يوغرد يوغرد يعني زبادي يوغرد زبادي صحي ومفيد في منه سيدة وفي منه بالفواكه كمان معينا Water. water يعني ماء المية اللي بنشربها كلنا لما بنكون عطشانين بنشرب مية مية أو ماء يعني water water كمان معانا من الحاجات اللذيذة Salad. Salad. يعني سلطة ودي مفيدة ومغذية جدا جدا لجسمنا دي الكلمات اللي معانا في اليونت وده الاكل الجميل اللذيذ اللي معانا في الحفله كمان بقى معانا جزء تاني في اليونت تعالوا نشوف تاني جزء معانا في اليونت هنا صديقنا يوسف بيسال دينا وبيقول لها كان i have سم salad بليز يعني ممكن اخد بعد السلطة لو سمحت دينا قالت له ايه قالت له يس هير يو ار يس هير يو ار يعني نعم اتفضل كمان معانا صديقتنا دينا بتطلب من ليلى وبتقول لها كان اي هاف سم بيتزا بليز يعني ايه يعني ممكن اخد بعض البيتزا لو سمح ليلى هتقول لها ايه هنجاوب ونقول ايه يس هير يو ار كمان معانا يوسف بيسال ادم وبيقول له كان اي هاف some yogurt please مين شاطر يقول لي يوجرت يعني ايه لسه قايلينها فوق برافو انا سامع الولاد الشاطره والبنات الشاطره اللي قالت زبادي فيري جود شاطرين هنا يوسف بيطلب من ادم زبادي ادم قالوا نعم اتفضل يبقى هنقول ايه يس هير يو ار يس here you are وهنا دينا بتطلب من ليلى وبتقول لها can i have some ice cream please هنا دينا بتطلب ايه من ليلى ايس كريم يعني ايه يعني ايس كريم شاطرين هنا دينا بتطلب من ليلى ايس كريم طيب ليلى بتقول لها نعم اتفضلي هتبقى الإجابة ايه من شاطر يقول لي شاطرين انا سمعت الولاد اللي جاوبت برافو عليهم هتقول يس هير يو ار هتقول ايه يس هير يو ار فيري جود شاطرين خالص وهنا جزء جديد في اليونت بيقول ليتس ميك ا اه ساندويتش يعني دعونا نعمل ساندويتش Let's make a sandwich دعونا نصنع ساندويتش يعني تعالوا بينا نعمل ساندويتش طيب الساندويتش ده هنحط جواه ايه المكونات اللي هنحطها جواه اول حاجه توميتوز توميتوز يعني طماطم توميتوز كمان معانا تشيز تشيز يعني جبنة أو جبنة، تشيز تشيز كمان معنا cucumbers cucumbers يعني خيار، خيار. كمان معانا olives، olives يعني زيتون، olives. كمان معانا بريد 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 يعني خبز خبز يعني بريد بريد وهنا معانا traffic لايت ساندويتش يعني ساندويتش إشارة المرور طب عارفين ليه سميناه ساندويتش إشارة المرور؟ إشارة المرور بيبقى فيها الوان ايه ريد جرين يلو احمر واصفر واخضر كمان الساندويتش الحاجات المكونات بتاعت السندوتش اللي احنا عملناها فيها الوان اللون الجرين زي الكيوكمبرز وفيها اللون الريد زي التوماتوز وفيها ايه تاني وفيها الاصفر زي تشيز فهنا سموه ساندويتش إشارة المرور لأن مكونات الساندويتش ألوانها قريبة من ألوان إشارة المرور عشان كده سميناه ساندويتش إشارة المرور تمام؟ يلا بينا نخش على جزء جديد في اليونت foods around the world يعني الأطعمة حول العالم تعالوا نشوف كل بلد بتبقى مشهورة بأكلة معينة تعالوا نشوف الدول والأكلات المشهورة بيها أول حاجة عندنا Egypt Egypt يعني مصر مشهورة بإيه مصر؟ كشري كشري ملوخية الكشري اللي احنا عارفينه والملوخية كمان معينا كمان مكسيكو مكسيكو يعني بلد المكسيك مشهورة بإيه المكسيك مكسيكو مشهورة بالناتشز ناتشز والتاكوس تاكوس كمان معنا بلد تشاينا تشاينا يعني صين سين تشاينا مشهوره بايه تشاينا نودلز نودلز وهي زي الاندومي كده اللي عندنا في مصر ورايس رايس اللي هو الرز كمان معانا ايطالي ايطالي يعني ايطاليا مشهوره بايه ايطالي بيتزا بيتزا باستا باستا نيجي هنا للجزء الجميل اللي موجود في اليونت وهو الفونكس هناخد لتر واي والليتر دبليو كابيتال واي وسمول واي كابيتال دبليو وسمول دبليو يلا ناخد الكلمات اللي بتبدا بالليتر واي ي ي يوغارد ي ي يوغارد يوغارد يعني ايه زبادي خدناها كمان معانا يو يو. يو يو وهي لعبه اليو كمان معانا ي ي يلو ي ي يلو دي الكلمات اللي بتبدا بالليتر واي اللي بيتنطق ي ي كمان معانا ليتر دبليو و و ووتر و و ووتر و و واش و و واش و و وايت و و وايت واش يعني يغسل وايت يعني أبيض اللون الأبيض ودلوقتي يلا بينا نسمع أغنية الأرقام from one to ten مع بوشة وشيرو ونرجع نكمل مع بعض one two three four five six seven eight nine ten jump one two three four five six seven eight nine ten jump one two three

علم مصر يعني فلاج فلاج يعني علم أو اللون في العلم بيبقى اللون ريد ريد يعني أحمر وتاني لون معانا وايت وايت اللي هو اللون اللي لسه واخدينه لون ايه وايت شاطرين انا سامع الولاد اللي بتجاوب صح يعني ابيض واخر لون اسود اسود يعني ايه شاطرين بلاك بلاك يعني اسود يلا اقول لكم ملخص كلمات اليونت اول حاجه كيك كيك يعني كيكه او تورته ايس كريم ايس كريم يعني ايس كريم بيتزا بيتزا يعني بيتزا yogurt yogurt يعني زبادي ووتر ووتر يعني ماء سلطد سلطد يعني سلطه توميتوز توميتوز يعني طماطم تشيز تشيز يعني جبنه او جبن كيوبمبرز كيوبمبرز يعني خيار اوليفز olives يعني زيتون bread bread يعني خبز يويو يويو يو. يو لعبة اليويو ي يا, يا يلو يعني اللون الأصفر و و واش يعني يغسل وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وخلصنا يونت 5 منها كونكت كي جي 2 أول درس في الترم الثاني بالنسبة للناس اللي ما بتوصل لهاش الفيديوهات الجديدة على القناة لازم تدوسي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس بمجرد ما بتفعلي الجرس اي فيديو ينزل جديد على القناة بيجيلك اشعار بالفيديو الجديد ولايك للفيديو استنونا في يونت نمبر 6 ذاكروا <applause> <applause> اليونت كويس جدا عشان هنزل لكم تمارين نحلها مع بعضنا. باي باي